ودلوقتي لعبة الترجمة الفورية. هقول لكم على مشهد من فيلم أجنبي من خيالنا. مشهد بيدور بين شخصيتين، وهنختار اتنين من لاعبتنا هيمثلوه بس حوارهم هيكون بلغة أجنبية ما يعرفوهاش، ولاعبتنا الاتنين التانيين دورهم بقى إنهم يترجموا لنا اللي بيقولوه ده بس ترجمة فورية. الفيلم الألماني بائع البلوبيف على شاطئ المالديف. البطل يقع في حب فتاة جميلة أثناء بيعه للمايوهات على شاطئ البحر. يا أولاد المحظوظة. بيلا هيبقى البطل، تفضل. وشريف هيبقى مترجم البطل. وليد هيبقى الفتاة. وأوزو مترجم الفتاة. تفضلوا. البحر بقى. العبوا براحتكم، ها؟ وأنت بيع براحتك. مشهد 95 نهار خارجي. اكشن. البحر بيشحتني. ايش ايه باش ايه نوش؟ ايه معايا الشريطاتي فلاناتي معايا، ايه كله هنا على البيع، ايه معايا يا ستي كل الاشراط اللي نايله، الاشراط اللي تحسس، الاشراط اللي تخسس، كده يا ابني على شاطئ جمصه مش شاطئ. شخلك سمبيكلا شيك شيك شاكشوك. بقول لك ايه يا ولا يا بتاع الميوهات؟ معكش جبنه تركي؟ ايش لي بيديش؟ عايزه ايه؟ شغل بالسخل وبيشوبي كلاستوبي شيخ بخ. ما يحكمش يا عمر. بخ. ايش لي مشتي بشتي كشت جوتن مورجن؟ صباح الفل عليك يا مدام. انا لا جاي اقول لك نبيع ولا جاي اقول لك افلام، انا جاي اقول لك اشتري منا الحته دي عشان انا والحته دي. شيخ ليش شيخ ليش شباخ لي شباخ لي شاخ ليش؟ لا يا ولا، ده انا اخواتي كلهم واقفين على البحر نقطعوك على الامه. شيش لي باش تكشت كشت ايش لي باش؟ علي معايا، انا بحبك نهاجر، نروح ميونخ، نروح افغانستان، اي حته. شيخ ليش فاخ ها شاسي فاخ شارسي خيرخوخو يا خيرخوخو روحتي فخلي فخلو اختك. لا بقول لك ايه، مش كل الطير اللي تاكل لحمه يا روح امك. طخ يا ام يا ام، تعالوا خرجوا الواد الصايع ده بره. مش لك اوصي كده كده ما تشغل شيخ لو ما تشغل غير شيخ 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 لو خشرا شيخ لا بالي خش خلي خدي يا خش خلي انا همشي. بلاستيكو باسيو شيخ لبوش خلي خش يخلي خوري يلا اقول لك شيخ لبوش تخش مخل يوش لخ لخ. ما تيجي نروح نتمشى كده عند بير مسعود. تخلصي تخبختي شو مسعود اوزيل. ليش اللي بخلي لك شيخ شكلي كده ماركن ايش اللي بديش؟ انا بحبك لدرجه لو عايزه تعملي حمام هنا انا موافق. شكرا.